ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا صديقي؟ كيف حالك يا شيخ عثمان؟ Let's meet the Sheikh Mahmoud and this is your plan إن شاء الله. إن شاء الله we are in the last unit in the book. When we finish it we are going to learn التسوق. We will learn التسوق after we're doing level test. إن شاء الله. When you reach a good mark we will go to this unit. This book, a new book. التسوق. التسوق means go shopping. أهلا وسهلا. أريد معجما من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد المعجم العربي. تفضل المعجم العربي. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا. المطلوب 30 ريالا. ماذا تقول؟ 30 ريالا؟ نعم 30 ريالا. تفضل هذه 30 ريالا. الكلمات: معجم 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 ديكشنري، دفتر 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 اللي هو قلم، دفتر اللي هو ايه نوت بوك، قلم 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 is a pen. ريال 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 is money in Saudi Arabia like dollar like a pound like. تفضل خذ. تفضل this is the respect word here means take. المعجم العربي yeah, means Arabic dictionary. كتاب القراءة reading book. كتاب القواعد grammar book. 30 يقول سي. الحوار الثاني: مرحبا أي خدمة. أريد سمكا ولحما ودجاجا. تفضل السمكة اللحمة والدجاج. وماذا تريدين أيضا؟ أريد خيارا وبصلا وطماطم. تفضل الخيار والبصل والطماطم. وماذا تريدين أيضا؟ أريد سكرا وشايا وبنا. تفضلي السكر والشاي والبن. هل تريدين شيئا آخر؟ نعم طبق بيض وعلبة ملح. هذا طبق البيض وهذه علبة الملح. المطلوب 80 دينارا. تفضل هذه 80 دينارا. طيب دينار 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 money in some countries like Kuwait and Jordan. علبة ملح علبة ملح a packet of ملح or a box of ملح. طبق بيض طبق بيض means a carton of eggs. 80 يعني 80. خيار خيار كيوكمبر، بصل بصل أونيون، طماطم توميتوز، سكر شوغر، بن كوفي كوفي باودر أو كوفي سيدز، مرأة مرأة يعني أومن. الحوار الثالث بين البائع والمشتري: تفضل أي خدمة. أريد قميصا لو سمحت. تفضل هنا هذا قسم القمصان.
هذا قميص أبيض وهذا أصفر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أسود. بكم القميص؟ القميص بعشرين دينارا. أي قميص تريده؟ سأشتري القميص الأزرق. هذا هو القميص الأزرق. شكرا. لدينا أثواب جميلة. بكم الثوب؟ الثوب بثلاثين دينارا. أريد الثوب الأبيض. تفضل الثوب الأبيض، المطلوب 50 دينارا. تفضل، هذه 50. نعم، الكلمات قميص، قميص، قميص is a shirt. قمصان، قمصان، قمصان يعني شيرتس. ثوب، ثوب وأثواب single and plural. ثوب رواية like long shirt. يشتري، يشتري means buy. 20 20 50 50. قسم، قسم a part of or a corner of. نعم، المشتري the buyer هنا means here. بعد ذلك عندنا الألوان the colors: أبيض، أسود، أخضر، أحمر، أصفر، أزرق. After that, my friend, we have like our speaking, our grammar. Sounds between ظا and ذا. ظلا and ذلا. نظيرا and نذيرا. Okay, after that, my friend, we have practicing of listening. Then we have our speaking part. Last time, we have our reading and writing part. Another thing in this unit, my friend, hope you finish all that and more. See you till next time with a new lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.